هذه المطاعم بهذه الأحجام الكبيرة والجميلة هي تدخل أيضا في نطاق المنافسات. تعرفون انتشار أعداد المطاعم الكبير، وهنالك منافسات، هنالك أيضا عداوات شخصية، هنالك خلافات في داخل لكن دكتور شراكات معينة في هذه المنطقة اللي المطاعم تتفضل بيه، عزيزي. لكن الأسلوب دكتور، عذرا نعم لمقاطعتك مبكرا، الأسلوب أسلوب فصائل، أسلوب رابع الله، عودونا على هيك الشغلات، مو أسلوب واحد جيد. أولا حسد عيشة شنو أو واحد ضايج من KFC. واثنين عزيزي دكتور، KFC براند أمريكي، يعني مطعم موجود بكل العالم، يعني حتى اللي يريد ينافسه ما ينافسه بهذه الطريقة. عزيزي أستاذ محمد، حتى نتحدث بالعقلانيات، تفضل. أولا هذا اللي أنت الآن تشير لأنه أكو تاهو، لازم جهة تاهوات اثنين تنسبها جهة فصائلية، 10 تاهوات. شنو التاهوات اليوم؟ أكثر بلد يستورد التاهوات بالعالم يمكن هو العراق. شوارع بغداد والمحافظات مليئة بالتاهوات. أكثر أحزاب الأحزاب السنية توزع تاهوات. عزيزي تفضل دكتور. عزيزي نريد نتوصل إلى حقيقة، لو نريد نلقي اتهامات. لا هو انا ما قاطعتك شيخ المشاهد. مصطفى ما زحك، انا لا ما قاطعتك دكتور. شيخ مصطفى ما زحك، قال لك الاحزاب السنيه الاحزاب السنيه ايه. اكثر من لا لا اكثر اكثر احزاب هي من تستورد التهوات. تفضل. جيد، انا ما اقول لا احزاب سنيه ولا، بالنتيجه لعله هذه واحده من الامور اللي هي ايجابيه المفروض، لكن بالنتيجه ترافقها ظواهر سلبيه. سيارات حديثه، الشارع العراقي مليء بها، التاهوات تستخدم لغاية الآن. أنا أقول أعود إلى شيء، لأنك اتهمت بالتصريح المباشر، ولربما ضيفيك سيلمحون إلى هذا الأمر أو يصرحون. أنا أقول الفصائل اللي هي المقاومة الإسلامية العراقية لا ليس لها بأي علاقة بأي نشاط تجاري أمريكي. ليش تذهب على ماركة مطعم مشابهة لماركة مطاعم أمريكية؟ ما هو هنالك مصالح كبيرة. المقاومة الإسلامية العراقية تحارب الأمريكي المحتل والقاتل، أمريكي مستثمر، أمريكي اتفق بشركة بأي عنوان من العنوان مع الدولة العراقية، مع الحكومات العراقية، يعملون منذ عام 2003 إلى يومنا هذا الحديث عن المحتل وعن القاتل الأمريكي. هذا يمثل عدوا للشعب العراقي وعدوا طيب للمقاومة. لكن دكتور الإسلامية هاشم، أكو أرضية التي لا ترضى، كانت أرضية لهذا الاستهداف. يخليني أقول لك أن الأسلوب والتهوات والشخصيات وهذه الإمكانية أنه تيجي سيارات وتقطع شارع بوسط العاصمة بغداد هو أسلوب الفصائل. ليش؟ لأن كان أكو تحريض ضد هذه المطاعم اعتراضا او انتقاما على ما يجري بغزة. معاك اني خلينا نقاطع هذه المطاعم وكل شيء مرتبط بالكيان الصهيوني دكتور هاشم، لكن نقاطعه بطريقة حضارية مو بطريقة ازدواجية. بما معنى دكتور هاشم، اني اجي اريد اسد مطعم امريكي، اجي اسد بتاهو امريكية وبايفون امريكي وبام فور امريكية، هاي ازدواجية دكتور هاشم. عزيزي استاذ محمد، انت تتحدث بافتراضات، انا اتحدث لك بوقائع. المقاومه الاسلاميه لا تتحدث بهذه الصغائر، هي كما قال المتنبي وتصغر في عين العظيم العظائم. هي ضربت امريكا في كل قواعدها في شرق اسيا، في غرب اسيا، وهي تصل يدها إلى أمريكا اليوم في كل المنطقة وتعلن هذا الأمر، وهي تضرب الكيان الغاصب الذي يشن حربا بالإبادة ضد الفلسطينيين في مكانه، في مدنه وفي مستعمراته. فبالتالي الذي له هذه القدرة وهذه الإمكانية ويضرب بالمسيرات وبالصواريخ الذكية والدقيقة، والذي يصور أهدافه قبل وبعد الضربات، هو يجي يستعرض لبتاهوات اثنين على 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 كنتاكي يا محمد.